اسمي محمود عثمان، طالب خريج كلية التجارة دفعة 2009 شعبة محاسبة. كريم مصطفى مين في الفرقة الثالثة الجارة عين شمس. فكرة الجروب جات لي ان انا كان هي جات لي بالظبط من 27/5 اللي فات، ان انا قدامي بالظبط حوالي 3 شهور او شهرين وهبقى اوريدي شاب متخرج بدور على وظيفة معينة. بدأت ان انا ادور على الوظيفة، تعبت جدا عشان ادور على الوظيفة دي. الوظيفة اللي بتكلم عليها هنا هي الوظيفة اللي تقدر تبني لي بيت، تقدر تخليني اتجوز واتحمل مسؤوليات بعد كده. كانت مسؤولية صعبة وكانت موضوع صعب ان انا اخش والاقي الوظيفة دي لأكتر من سبب. اول حاجة موضوع الجروب ذات نفسه بتبقى صعب جدا انت تلاقي الوظيفة فيه على النت. ثانيا الجرائد كوسيلة من وسائل البحث عن الوظيفة بتبقى صعبة جدا انت تلاقي فيها الوظيفة اللي انت عايزها. فجات لي الفكرة من احساسي ان انا عايز اخدم الناس بحاجة تبقى تعفيهم عن التعب اللي انا شفته وانا بدور على وظيفة لنفسي. لما محمود عرض عليا الفكرة كنت انا وافقت، لان انا كنت حابب الفكرة جدا وحابب ان احنا نقدم جروب يفيد الناس او حاجة تفيد الناس. انا كان في الفكرة بالنسبة لي بداية ان هي كان مجرد ان هو نقعد كل يوم نحط وظائف في الجروب والناس تخش تشوف الوظيفة وبعد كده الموضوع ينتهي، لان الموضوع مش متوقف عند الحد ده بس، لان الموضوع بيكبر معنا واحدة واحدة واكتر واكتر، والتفاعل مع الناس كمان بقى شيء جميل جدا. كل يوم والتاني بيبقى فيه إشادة، كل يوم والتاني فيه جديد. في دخلنا في الدورات التدريبية بنقدمها للناس، دخلنا ان لازم يبقى فيه كتب الناس تقراها، حيث ان انت تقرا كتاب بشيء جميل جدا، مش مجرد بس، حتى ولو كان مش كتاب شرط كتاب تفتحه بين ايديك وانت قاعد على السرير تقراه، لا ممكن كتاب على الكمبيوتر بشكل اي صيغه كان، شكل وورد، شكل بي دي اف، ايا كان. بدانا نبعت للناس كتاب بيقراه مثلا اكتر 64 سؤال صعوبه في المقابلات الشخصيه، فات ناس كتير جدا في الفتره اللي فاتت، ناس اشتغلت بسبب الكتاب ده وقبلت وظائف. حابين ان احنا نقدم للناس الوظائف اللي هم عايزينها، وبنفرح جدا لما حد بيشتغل، لما حد يجي يقول لي لا الحاجه دي ساعدتني، لا الحاجه يعني. في موقف من مواقف كان في حد فعلا بعت لي، يعني كان كتب قول على الجروب انه محتاج الكتاب عشان عنده انترفيو بكره، فبعت له الكتاب، فتاني يوم بيقول لي لا الكتاب ده خلاني اعدي الانترفيو، كان في اسئله منه كتير، كل الاسئله منه، فده خلاني اعدي. فدي حاجات ساعدتني كتير. اول صعوبه واجهتنا كانت تعتبر اكبر صعوبه ان انت تجيب الوظيفه منين. الاعلان ذات نفسه ان انت تجيبه عشان تحطه في الجروب وتديه او تهديه لحد ان انت فعلا حاسس ان هو محتاج جدا الوظيفه دي واحساسك بيه اكتر هو اللي انت مخليك بيدفعك للكلام ده، كانت صعبه جدا عشان تجيب وظيفه ذات مصداقيه وليها ثقه تقدر حتى الاوريدي اللي هيجي يشتغلها يبقى واثق فيها ان هو هيشتغل في مكان كويس ومكان محترم. كان في مواقف كتير كانت بتقابلنا ان الناس، في ناس كانت بتبقى معترضه على الاسلوب، ناس معترضه على الجروب، ناس معترضه على حاجات افكار معينه، بس احنا كنا في يعني قصاد الواحد ده كان في 10 لا بيقولوا لا كمل، لا ربنا معاك، لا جزاك الله خير. الحاجات دي بجد مش متخيلها هي كانت فعلا بتاثر فيا قد ايه، كانت حاجات تخليني تديني دفعه جامده قوي للامان. في رساله فعلا معينه انا بعتها بنفس اللفظ ده، قلت ان انا ما حدش يقدر يوصف احساسي حاليا، احساس ان انت تقدر افدت واحد خليته يخش شركه معينه ويقبل فيها ويشتغل فيها وبدات وساعدته ان هو يبقى ليه حياته وليه الكارير بتاعه. الموضوع ده قربنا ربنا اكتر، احساس ان ربنا بيكرم البني ادم كل يوم وكل مدى كل يوم والتاني، ده شيء جميل. لو تخيلنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام موجود معانا دلوقتي، انا شخصيا ما تخيلهاش، يعني يكفيني شرفا انه مجرد ان رؤيه ولو من بعيد. انا كفايه ان اسمع عني بجد، يعني دي حاجه تاثر فيها جدا.